ثقافة. بس أنا يعني أريد أتحدث، يعني هم كلامهم أنه حتى نقضي على التوافقية ونقضي على مشروع قاد البلد إلى الخراب وإلى الأزمات، أزمة مالية، أزمة اقتصادية، أزمة سياسية، حصتي وحصتك. فيقول لك إذا أنا أمسك الحكومة وأيضا أقود الحكومة بتوافقات سنية كردية، ربما أخذ العراق والمواطن العراقي إلى بر الأمان وأنطي حقوقه وربما أوفر له الحياة الكريمة. ست هيفاء، هو اللي يريد يلغي معارضة تحت قبة البرلمان، هذه المعارضة هي تقوم عملنا. اللي يريد يلغي التوافق لازم يكون خطابه وطني مطمئن للأطراف وشركاء الوطن. يعني هو السيد مقتدى الصدر أعلن بأكثر من مرة وبأكثر من تغريدة وبأكثر من بيان، هو يريد يحل الحشد الشعبي تحت مسمى دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية. هذا خطاب غير مطمئن لا للحشد ولا لفصائل المقاومة ولا للكتل السياسية الداعمة للمقاومة والحشد الشعبي. شلون الشركاء الشيعة يطمئنون لهيج خطاب؟ يعني باكر اذا انفرد السيد مقتدى الصدر او التيار الصدري بالسلطه ممكن ينصب المشانق بساحه التحرير للمعارضين. يعني احنا خلينا نحكي بصراحه ست هيفاء، مرات المناصب يعني اكو مخاوف من يمكم، هذا الافهم من كلامك؟ مخاوف اولا من الحشد، مخاوف من فصائل المقاومه، مخاوف من الاطراف السياسيه الشيعيه، مخاوف ايضا من الاكراد والسنه. لان السيد الصدر لوح بيان مباشر بان هو راح يستخدم القصقوصه لمحاسبه المقصرين. طبعا هنا يقصد يعني هاي القصقوصه تخوف الجميع. طبعا لان هاي تقويمي، يعني لان هاي لا ست هيفاء، القصقوصه يعني تطيح بالقضاء، يعني تطيح بالقانون. تبقى معايير السيد مقتدى الصدر هي اللي تمشي بمكان القانون. يعني الأكراد يقبلون يمشون بقصقصة السيد مقتدى؟ لو السنة يقبلون يمشون بقصقصة السيد مقتدى؟ ما ممكن القصقصة تحل مكان القانون. احنا عندنا دولة قانون وعندنا دولة مؤسسات، ما ممكن القصقصة مثلا حسب مزاج التيار الصدري أو حسب مزاج السيد الصدر يحاسب الآخرين. السيد الصدر من حقه يحاسب أتباعه نعم فقط، واتباع قابلين. هذا كلام سيد احمد عبد الحمزه، انت عبد السادة انت تتحمل مسؤوليته، ونحن بما انه نحن قناه يعني مثل وجهه نظر يعني محايده للجميع، فاكيد هذا نعم الكلام مالك اكيد. نعم يعني اكو حق رد التيار الصدري على نعم هذا الكلام.